بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا ومرحبا بإخواننا الكرام إلى هذه الدورة الرابعة في التعليق على كتاب التجريد الصريح للإمام الزبيدي، وهو مختصر الإمام البخاري. هذا هو الدرس 19 في هذه الدروس المتسلسلة، وهو الدرس الأول في الدورة الرابعة، وفيه نتناول كتاب الصوم لمناسبة قرب الشهر الكريم وما يتعلق به من توجيهات وآداب. قال الإمام رحمه الله تعالى: كتاب الصوم. وفي بعض الروايات أو نسخ الكتاب: كتاب الصيام. كتاب الصيام. وقبل الدخول إلى شرح ما يتعلق بهذه الأحاديث المباركة، نتناول مقدمة سريعة في الصوم. الصوم المقصود هنا صوم الفريضة والنافلة، والفريضة هو رمضان، والنافلة أنواع منوعة. وصيام رمضان هو فريضة من فرائض الإسلام، وهو الركن الرابع من أركانه، ويجوز أن نقول صيام رمضان كما يستحب أن نقول صيام شهر رمضان. فإن قلنا صيام شهر رمضان فهو الأولى، وإن قلنا صيام رمضان فهذا جائز لا حرج فيه. اشتقاق رمضان من الرمض، وذلك أنه يرمض الذنوب، أي يحرقها أو يرمضها بمعنى يغسلها، والمقصود أن رمضان إلى رمضان كفارة للذنوب والسيئات. وسمي رمضان بهذا الاسم إما لأنه وافق تسمية هذا الشهر وقتا الحرارة فيه شديدة فسمي رمضان لأجل ذلك، أو لأنه شرع وابتدئ الصيام في ذلك الشهر وكان في وقت حر شديد فكان الصيام على هذا النحو رمضانا. وشرع الصيام في الأمم التي سبقتنا كما شرع في أمة نبينا صلى الله عليه وآله بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الصوم مشروع في الأمم السابقة كما هو مشروع في أمة نبينا صلى الله عليه وآله، لكن صفته وما يتعلق به من الأحكام إنما تؤخذ من شريعتنا المنزلة على نبينا صلى الله عليه وآله. على الراجح فرض وشرع الصيام في السنة الثانية من الهجرة، وصام نبينا صلى الله عليه وآله ومعه الصحابة 9 رمضانات، 9 رمضانات صامها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا الشهر خصائص وفضائل كثيرة ينبغي أن نتنبه لها وهو على الأبواب. فمن هذه الخصائص أن رمضان ميقات زمني لنزول كتب الله تبارك وتعالى المقدسة، فكل كتاب أنزله الله أنزله في رمضان فيما بلغنا من الكتب التي نعرفها، إذ ذكر في الحديث مواقيت نزول التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والقرآن الكريم، كل ذلك نزل في رمضان في أيام أو في ليالي من هذا الشهر المعظم. قرآننا أنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا في رمضان، وأنزل من بيت العزة في سماء الدنيا على قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، فهذا ثابت في حق القرآن الكريم. هذا الشهر أيضا من فضائله أنه تفتح فيه أبواب الجنة أو تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب النار، وهذا حث وحض على استثمار هذه الأيام المباركة والليالي المقدسة في طاعة الله تبارك وتعالى. من معونة الله تعالى
للمؤمن في هذا الشهر أنه تصفد فيه مردة الجن أو الشياطين، وهذا التصفيد يمنعهم من الوصول إلى ما كانوا يصلون إليه من الإغواء في غيره. فيه ليلة ثواب عبادتها أعظم من ثواب عبادة ألف شهر. فيه ليلة من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ألا وهي ليلة القدر. استحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكافه، فاعتكفه واعتكف منه العشر الأواخر، وفي بعض السنين اعتكف العشرين الأواخر منه، أي الوسطى والأخيرة صلوات الله وسلامه عليه. من فضائله أيضا أن لله تعالى في كل ليلة منه عتقاء. من فضائله أيضا أن رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. إذن رمضان بالجملة زمان شريف تفضل فيه الأعمال الصالحة ويعظم أجرها، تفضل فيه الأعمال الصالحة ويعظم أجرها، وكما هو للدنيا كما هو للدين هو للدنيا أيضا، فهو متنزل النصر، هو متنزل النصر. فكما هو ميقات زماني لنزول كتب الله تعالى، هو أيضا بفضل الله تعالى ميقات زماني للنصر على الأعداء. فإذا ذكرنا بدرا فهي في رمضان، وإذا ذكرنا فتح مكة فهو في رمضان، وإذا ذكرنا حطين فهي في رمضان، وإذا ذكرنا ملاذ كرد وعين جالوت فهي أيضا في حطين، وابتدأ فتح القسطنطينية في رمضان، وعمورية التي فتحها المأمون وهي من قرى الروم التي كانت تقاتل المسلمين فتحها المعتصم، كان هذا أيضا في رمضان، ربما معتصمه انطلقت. إذن بلاد كثيرة إنما حصل فتحها في رمضان، من ذلك قبرص، ومن ذلك مواقع عظيمة كموقعة حارم وشقحب وغير هذه المواقع، كل ذلك كان في شهر رمضان المعظم. إذن رمضان بالنسبة للمسلمين يعني شيئا كثيرا، يعني فضلا كبيرا، يعني اتصال الأرض بالسماء، يعني استمطار الرحمات، يعني تنزل البركات، يعني النصر على الأعداء. لذا يحتفل المسلمون ويحتفلون برمضان ما لا يحتفلون بغيره، غير أن الشياطين، شياطين الإنس والجن، تسعى لاجتيالهم عن هذا الشهر الكريم، وتسعى لحرفهم عن بركات هذا الوقت العظيم، فتزين السيئات ما لا تزينه في غير رمضان، وهذا من تسلط الإنس لا من تسلط الجن. بكل حال رمضان صيامه فرض على كل مسلم ومسلمة، وشروط التكليف به ستة، شروط التكليف بالصيام ستة: أول ذلك الإسلام، ثانيه البلوغ، ثالثه العقل، رابعه القدرة، خامسه الإقامة، سادسه الطهارة من الحيض والنفاس. فهذه شروط تكليف وقد ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع المنقول. ولصحة الصيام شروط أربعة، صحة الصيام لها شروط أربعة، فقد يصح الصيام ولا يكون مكلفا به، قد يصح الصيام ولا يكون مكلفا به، كما في حال الصغير أو الصبي الذي لم يبلغ مبلغ الرجال يصح صومه وإن لم يكن مكلفا به. شروط الصحة الإسلام والنية والعقل والخلو من الموانع كالحيض والنفاس. ثم إن الصيام بالجملة نوعان كما قلنا، نوع هو واجب، والواجب ينقسم إلى شعبتين: الشعبة الأولى واجب من قبل الشرع وهو صيام شهر رمضان لا يجب بأصل الشرع غيره، وواجب بسبب من الإنسان كمن نذر أن يصوم أياما فقد أوجب على نفسه الصيام، وكذا الكفارة التي
يكون فيها الصوم، فمثل الصيام المنذور أو مثل الصيام الذي وجب ككفارة أو الذي وجب قضاء لشهر رمضان الذي أفطر فيه مكلف بعذر شرعي، فإنه يجب عليه أن يقضي ما فاته. إذن الواجب من الصيام أنواع ثلاثة على جهة الحصر: رمضان، وهذه الأنواع التي ذكرناها من الصيام الذي يكون بسبب الإنسان، سواء كان هذا الصيام كفارة أو نذرا أو قضاء. فإذا ردنا الحصر فهي أربعة أنواع. أما المستحب فهو نوعان: نوع مطلق وهو لا سبب له ولم يأمر به الشرع خاصة، وإنما يتطوع به الإنسان نفلا مطلقا، وهناك نفل مقيد قيد الشرع فيه استحباب زمان معين بالصيام، كالست من شوال مثلا، أو ثلاثة أيام من كل شهر مثلا، أو كصيام الاثنين والخميس، أو صيام يوم عرفة، أو صيام يوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده. كل هذا من الصيام الذي ثبت فيه أمر بالصيام أو حث على الصيام، فهذا مما يسمى بالنفل المقيد، أي من قبل الشرع الشريف. تارك صيام رمضان جحدا له كافر، تارك صيام رمضان جحدا وردا واستكبارا عن الانقياد لشرع الله تعالى كافر. أما من تركه كسلا لا جحدا فهذا مسلم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، مسلم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وإذا أفطر الإنسان من رمضان بغير عذر، وإنما فعل هذا أو ارتكب هذا الأمر المخالف، ارتكبه على سبيل الكسل والتفلت من أمر الشارع الحكيم، فماذا عليه؟ عليه عند الجمهور القضاء، القضاء عليه أن يقضي ما فرط في صيامه مع التوبة والاستغفار، يتوب ويستغفر ويقضي ما فاته. وأكثر أهل العلم على أنه يقضي ذلك على الفور، يعني بمجرد أن ينسلخ الشهر يأتي إلى تلك الأيام التي قصر فيها فأفطر من غير عذر فيقضي ما وقع منه الفطر. فإن كان مجاهرا فقد وجب على ولي الأمر أن يعزره إذا أعلن باستهتاره وبانتهاكه لحرمة الشهر فأظهر فطره، فليس لولي الأمر أن يقره على ذلك، بل عليه أن ينكر، وإنكاره يكون بالعقوبة والتعزير على ذلك، بالتعزير البليغ على ذلك. هذا هو القول الأول، وهو قول جماهير أهل العلم، أن من فرط في الصيام فأفطر بغير عذر فقد وجب عليه القضاء ووجبت عليه التوبة مع الاستغفار، وإن كان مجاهرا فعلى ولي الأمر أن يردعه بما ينزجر به. وأما القول الثاني في هذه المسألة فهو قول الظاهرية، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومعه طائفة من السلف والخلف، أنه إذا فاته الصيام لكسل أو نحو ذلك فإنه لا يجب عليه القضاء، وإنما عليه الاستغفار والتوبة وأن يستكثر من صيام النافلة. لقائل أن يقول: قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فما هي هذه الحكم؟ ما هي هذه المصالح؟ ما هي هذه المنافع التي تترتب على الصيام؟ الصيام كسائر العبادات، الصيام كسائر العبادات إنما شرعت لتقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن تحصيل التقوى هي غاية من وراء العبادات، وهي حكمة ينظر إليها من وراء الطاعات. وقد قال الله تبارك وتعالى:
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وهذا في الحج. إذن العبادة بشكل عام هي سبب وسبيل قاصد لتحصيل التقوى، والصيام بشكل خاص يؤدي إلى هذا، وهو سبب لتقوية إرادة المكلف في طاعة الله تعالى واجتناب معصيته، كما أن في الصيام تذكيرا للإنسان بعبوديته لربنا الرحمن، وفيه أيضا من التحرر من وسوسة الشيطان ما قد علمنا من حديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الصيام نوع من أنواع التربية على الصبر بكل أنواع الصبر. الصيام مدرسة تعلم الشكر على النعم المباحة المتاحة، وأن من الخلق من حرم هذه النعم، فعلى الإنسان إذن أن يؤدي شكر هذه النعم التي أعطيها بغير استحقاق، ومن الخلق من حرم هذه النعم فلا يجد مثلها. الصوم مدرسة تعلم الزهد في الدنيا وتقرب العبد من الآخرة، تعلم المجاهدة كما تعلم الرباط والمرابطة، فهذه المدرسة جهاد ورباط، لأن كثيرا من هذه الانتصارات إنما وقعت في رمضان، وهي تعلم أيضا المجاهدة والمرابطة على الطاعات، ففيها إذن الجهاد البدني والجهاد المعنوي، فيها قتال أهل الشرك والنفاق، وفيها قتال أعداء الإنسان من شيطانه وهواه، فالشيطان مقموع في رمضان، وشياطين الإنس ينتصر عليهم الإنسان بالجهاد في رمضان. إذن رمضان على هذا النحو مدرسة تعلم هذه المعاني الفاضلة، وفيه من التراحم والتكافل وبذل الخير وإغاثة الملهوف ومعونة من احتاج المعونة شيء كبير وكثير. إذن كل هذه الحكم يشتمل الصوم عليها، فهو مدرسة أخلاقية تربوية تخرج العبد متأهلا لحقيقة التقوى، لأن يحذر من عذاب الله وأن يرجو رحمة الله بطاعته سبحانه وبالكف عن معصيته وبما يخرج به القلب من رقة في هذا الشهر الكريم المبارك. فضائل الصوم بذاته كثيرة جليلة، وهي مبثوثة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله على ما سوف نطالع إن شاء الله. الصيام جنة يقي العبد من شهواته، كما يقي العبد من النار في الآخرة، فهو جنة في الدنيا من المعاصي، وهو جنة في الآخرة من النار، يتقي بها الإنسان النار في الدنيا وفي الآخرة، وهو سبب لمباعدة النار عن العبد يوم القيامة، وهو أيضا سبب للوقاية من الشهوات وخطرها. الصيام كما قلنا يكفر الذنوب المتقدمة، قد ثبت هذا في الحديث، والصيام يدخل صاحبه الجنة من بابه، ألا وهو باب الريان. الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة مع القرآن. الصائم صابر، والصابر يوفى يوم القيامة أجره بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. خلوف فم الصائم عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. للصائم دعوة ما ترد، سواء كانت هذه الدعوة عند فطره أو كانت في أثناء صومه. ثواب الصائم الذي قبل صومه لا مثل له ولا حد له، ولا يعرف أحد منتهاه إلا الله جل في علاه. الصائم فرح بصومه، فرح بفطره، فرح بلقاء ربه، فهو بصيامه في الدنيا فرح، وهو بصيامه في الآخرة فرح. الصوم سبب لدخول الجنة، وهو سبب لارتفاع المنزلة فيها، فإن العبد يرتفع في الجنة نزلا بصيامه الذي كان يصومه في الدنيا فرضا ونفلا. بهذا نكون قد وعينا شيئا أو طرفا من فضل الصيام. بقي أن نتحدث
باختصار عن بعض المسائل التي تتعلق بثبوت دخول الشهر وخروجه. شهر رمضان يثبت بأحد أمرين، إما برؤية هلاله ولو من مسلم عدل واحد، رجلا كان أو امرأة، فيثبت دخول الشهر على المعتمد عند الشافعية والحنابلة برؤية واحد من المسلمين عدل، سواء كان رجلا أو كان امرأة، فإذا رأى الهلال وحده فقد وجب الصوم على أهل الإسلام في ذلك المكان، فإن لم تقبل شهادته فقد لزمه الصوم، يعني لزمه بنفسه أو لزمه وحده أن يصوم متى كان قد تحقق من رؤية الهلال. وفي بعض المذاهب فإن الصيام لا يثبت إلا بشهادة عدلين، رجلين، وباتفاق لا يثبت الشهر بالحساب الفلكي، ونقل على ذلك الإجماع من عدد من الأئمة العلماء كالجصاص وابن تيمية والقرطبي وابن رشد وهكذا، لا يعتمدون على الحساب الفلكي وإنما يعتمدون على الرؤية البصرية، ويجوز أن ينظر إلى الهلال عبر هذه المناظير المقربة أو عبر المراصد الفلكية، ولا يجب هذا، إنما هو جائز، فإذا وقعت الرؤية من خلال هذه المراصد أو المناظير المقربة فقد ثبت الشهر أيضا، هذه هي الحالة الأولى، وهي حالة أن يثبت هلال شهر رمضان في يوم 29 ليلة 30 من شهر شعبان، يتراءى الناس الهلال فإذا رأوه صاموا لرؤيته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية أن يغمى عليهم أو ألا يروه أو يحول دون الرؤية حائل، فعندئذ يتمون الشهر 30، يبقى إكمال عدة شعبان 30 يوما هو السبب الثاني للصيام ولدخول شهر رمضان. إذن يثبت الشهر بأمرين، إما برؤية هلاله أو بإكمال شعبان 30 يوما. بأي شيء يخرج؟ يخرج الشهر برؤية هلال شوال، وتثبت هذه الرؤية بشهادة عدلين، لا كما في أوله بشهادة عدل واحد، وإنما بشهادة عدلين، هذا عند الجمهور. ووقع شيء من الخلاف، فمن رآه وحده فإنه لا يفطر حتى يفطر الناس، لأن خروج الشهر يطلب فيه شهادة رجلين، وهذا عند الأئمة الثلاثة خلافا للشافعية والظاهرية. يثبت خروج شهر رمضان المعظم بإكمال عدته 30 يوما، يعني إذا تراءى الناس هلال شوال فلم يروه فإنهم يكملون الشهر 30. بهذا نكون قد وعينا شيئا من كيف يدخل الشهر وكيف يخرج، ولسائل أن يقول أيضا فيما يتعلق بالمطالع، إذا رأى بعض الناس الهلال في جهة من الجهات فهل يلزم المسلمين أن يصوموا بتلك الرؤية متى صحت الشهادة وعدلت؟ هذا قول الجمهور، وخالف الشافعية وبعض السلف والخلف ممن وافقهم، فقالوا لكل جهة مطلع، ولكل إقليم مطلع، ولكل بلد مطلع، فهذه الرؤية لا تلزم، سائر المسلمين في بقية الأقطار، وهذا كله محله اتفاق المسلمين أو اتفاق هذه الجهات في جزء من الليل، يعني متى وقع الاشتراك في جزء من الليل فإن مذهب جمهور الفقهاء أن يقع
الصيام بالرؤية الصحيحة المعدل أهلها في بقعة من بقاع الأرض. هذه مقدمة مختصرة عن رمضان وعن دخوله وعن شيء من فضائله، لنتناول بعد ذلك طرفا من هذه الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري في صحيحه والتي اختصرها الزبيدي في تجريده. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصوم. ثم بوب فقال: باب فضل الصوم. الصوم في اللغة هو الإمساك، الصوم لغة هو الإمساك، واصطلاحا إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة. إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة، أو هو إمساك المكلف عن المفطرات، إمساك المكلف عن المفطرات بنية الصوم من طلوع فجر ذلك اليوم إلى مغيب شمسه، إلى مغيب شمسه. قال المصنف رحمه الله: باب فضل الصوم. فكأنه رحمه الله تعالى سوف يحدث عن بعض فضائل صوم رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد تقدمت ترجمته، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام جنة. الجنة ما يستجن به المقاتل من الضرب والطعن، فهو أشبه بالترس، والمجن هو هذا الترس الذي يتترس به المقاتل ليتقي الضربة. فكأن الصائم إذا صام اتخذ ترسا يتقي به شر المعاصي والشهوات، شر المخالفات والمحرمات، فهذا الترس يمنعه أن يقع في مخالفة أو أن يتجرأ على معصية، وهو جنة له في الآخرة، بحيث إنه يجنه من النار، يقيه ويحميه ويحفظه من النار. وقد ثبت أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا، فهذا من المجاهدة والجهاد، سواء كان هذا بمعنى أنه صام في أثناء الجهاد وفي ساحة الجهاد في سبيل الله، أو كان هذا بشكل أعم في المعنى من سبيل الله، فقد يطلق سبيل الله على العلم وطلبه، وقد يطلق سبيل الله على الحج ونحوه. قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، يعني الصائم إذا كان على هذا النحو مستجنا بجنة الصيام فلا ينبغي له ولا يجوز له أن يرفث، أي أن يأتي الكلام الذي فيه الرفث، والرفث قد يطلق على الكلام الفاحش، وقد يطلق على الكلام الذي هو من مقدمات الجماع، الذي هو من مقدمات الجماع، فالرفث مقدمات الجماع أو هو الجماع بذاته، وهو أيضا الكلام الذي فيه سباب وفحش، فكل ذلك يجب على الصائم أن يتنزه عنه. قال: فلا يرفث ولا يجهل، والجهل ضد الحلم، ضد الحلم هنا، فلا يقع منه جهل على غيره، لا يقع منه سفه ولا طيش ولا نزق مع غيره. قال: وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، قاتله أو شاتمه، يقصد بالمقاتلة والمشاتمة ما يكون بين اثنين، فكأن المقاتلة والمشاتمة وقعت من الصائم ووقعت من غيره، وليس هذا هو المراد، وإنما المراد أنه إذا تعدى عليه أحد
بشيء من سباب أو بشتم أو باستفزاز معين أنه لا يستجيب لذلك، لا أنه يقاتل من قاتله ولا يشاتم من شاتمه. فقاتله هذه المشاكلة هنا من باب واحد أو من طرف واحد، ليست من الطرفين. فإن وقع من أحد تعدي عليه بالمقاتلة أو بالمساببة فإنه لا يبادله هذا السباب ولا يجاريه في هذا القتال، وإنما يدفع ذلك عن نفسه وعن غيره بكلمة يكررها: إني صائم. إني صائم يذكر نفسه بكونه صائما، إني صائم يذكر غيره بأنه صائم. فحين يذكر نفسه يذكر نفسه بما يجب عليه من حفظ جوارحه حال صيامه، يذكر نفسه بحفظ جوارحه حال صيامه، فلا يستجيب لمن يريد أن يبادله سبابا أو شتما أو جهلا، وإنما يحمي لسانه ويحفظ جوارحه. ثم إنه يذكر غيره إذا قال إني صائم في المرة الثانية بأنه لن يجاريه فيما يريد من الشر، وأنه على هذا مستجن بجنة الصوم، وفيه تذكير لغيره أن يرعوي، فإن شأن الصائم ألا يشارك في شيء من هذا الفسوق. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم هذه الرائحة التي تنبعث من معدته فتخرج من فمه بسبب خلو جوفه عن الطعام، هذه هي الرائحة التي تسمى بالخلوف، وهي رائحة يكرهها الناس، هي رائحة مستكرهة عند الخلق، لكنها لما كانت أثر عبادة وأثر طاعة محبوبة لله وهي طاعة الصيام، كان أثر الصيام محبوبا عند الله تعالى. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يحلف: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أي في الآخرة لهذا الخلوف شأن، في الآخرة لهذا الخلوف شأن. ما شأنه في الآخرة؟ أنه أكثر ثوابا من المسك الذي يندب إليه في الجمع والجماعات. يندب الإنسان إذا جاء إلى الجمعة أو كان في المواسم والمجامع وفي المناسبات أن يأتي متطيبا، فهذا مندوب إليه. فالطيب الذي هو المسك له ثواب عندئذ، لأنه يفعله الإنسان تقربا إلى الله عز وجل، فهذا الثواب أكثر منه ثواب هذه الرائحة التي تنبعث من جوف الصائم. أو يقال إن الصائم ينال من الثواب ما هو أفضل من ريح المسك في الآخرة. وهذا قد يفهم منه أن العبادات يكون لها في الآخرة رائحة، وأن رائحة الصيام في الآخرة أفضل من ريح المسك. وهذا يشبه ما ورد من أن الشهيد إذا مات وجاء يوم القيامة فإن هذا الجرح الذي مات منه يأتي وهو يثعب دما، وهذا في الحقيقة وهذا في الصورة لا في الحقيقة، فإنه في الحقيقة يكون أشبه بالمسك وهو أطيب وهو كريح المسك في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن اللون لون دم والريح ريح المسك. وهنا قد يقال في هذا الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فكأن خلوف فم الصائم أفضل من المسك، وكأن دم الشهيد يشابه المسك فقط، فكأن رائحة الصيام أعظم من دم الشهيد. هذا ما فهمه البعض، غير أنه ينبغي أن يعلم أن هذه الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، هذه خصوصية لرائحة الصوم
لا تقتضي أفضلية الصائم على الشهيد، فهي خصوصية فقط للصائم حال كونه صائم، أما الشهيد فهو أفضل من ذلك درجات. إذن هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقد يكون المعنى أن هذا الذي فعل الصائم من تجويع نفسه وتعطيش نفسه موضع رضا الله عز وجل، موضع ثناء الله تبارك وتعالى، فهو من هذه الجهة أزكى عند الله وأقرب، وإلا فهذه الروائح عند الله تبارك وتعالى يعني لا اعتبار لها، وإنما المقصود الثناء على العبد بفعله، ألا وهو فعل الصيام، فهو أطيب عند الله من ريح المسك عندنا نحن معاشر الخلق. وقد يكون المقصود أنه أطيب عند الملائكة أيضا من ريح المسك. على كل حال، هذه عبارة وجملة تدل على فضيلة الصيام وفضيلة أثره في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. ثم جاء تعليل هذا فقال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أي من أجل الصيام، أو من أجل القيام بفرض الصيام. وما الصوم إلا لله كسائر العبادات، الصوم كسائر العبادات يتوجه بها إلى الله تبارك وتعالى. قال: الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. الصيام لي وأنا أجزي به، هكذا قال الله تعالى في الحديث القدسي. وهذا المعنى معنى عظيم جليل ينبغي التنبه له والنظر فيه. فمعنى قوله تبارك وتعالى الصوم لي أي عبادة على وجه الإخلاص المحض، لا يطلع عليها، وإنما هي سر بين العبد وربه، لأن الصيام في حقيقته حبس النفس عن شيء من المفطرات، وهذا إنما يثبت بالنية وينتقض بالنية. فالصيام عمل قلبي وكف، ليس فيه فعل، إنما هو امتناع، امتناع عن تناول شيء من المفطرات بنية التقرب إلى الله عز وجل، وليس مجرد امتناع، وإنما هو امتناع بنية التقرب. فإن الإنسان قد يدع الطعام والشراب حمية مثلا، أو يدع الطعام والشراب لأن نفسه لا تميل إليه أو تعافه أو شيء من هذا، لكن المقصود بالصيام أنه يدع الطعام والشراب والشهوة مع حاجته ورغبته تقربا إلى الله تبارك وتعالى. لا يطلع أحد على هذه العبادة، وإنما هي بين الله تعالى وبين عبده، لأنها في الأصل عمل قلبي. فقد يدع الإنسان الطعام والشراب وليس بصائم، لأنه لم ينعقد أو لم تنعقد له نية. فأما الصائم فقد انعقد قلبه على ترك الطعام والشراب والمفطرات بنية التقرب إلى الله تعالى بهذا الامتناع. إذن هذا معنى عظيم في قوله الصوم لي وأنا أجزي به، وإلا فكل الأعمال لله عز وجل، لكن الصيام أبعد هذه الأعمال عن المرآة، وأقرب هذه الأعمال إلى الإخلاص، وهو سر بين الله تعالى وبين عبده. جميع العبادات تظهر وقل أن تسلم، جميع العبادات تظهر وقل أن تسلم من داخلة تداخل قلب الإنسان في نيته وفي إرادته. ثم إن الصوم صبر، وقد قلنا إن الله تعالى قد قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصوم لي وأنا أجزي به، لا يطلع أحد على كيف يضاعف ثواب الصوم، لأننا قد علمنا أن الحسنة تضاعف إلى عشر أمثالها، إلى 700 ضعف، لكن الصوم بلا شك فوق هذه الأضعاف جميعا، متى ما وقع موقع القبول، متى ما وقع موقع القبول فإن جزاءه أعظم وأجل من هذا كله. والصوم على هذا النحو في قوله تعالى الصوم لي أو الصيام لي وأنا أجزي به، أي أنه أحب العبادات إلى الله،
أو من أحب العبادات إلى الله تعالى، وهي أي الصوم لي أو الصيام لي ونحو هذا، هذا من باب إضافة التشريف، كما نقول بيت الله وناقة الله وكتاب الله، فهذا من التشريف، هذا من التشريف. فالصوم عبادة مشرفة بأنها مضافة إلى الله تبارك وتعالى. ولو تأملت الصيام لوجدت أنه مخالف لحال العبد. حال العبد أن يأكل ويشرب ويستمتع بالشهوات المباحة، لكنه حال صيامه ممتنع عن الطعام والشراب والشهوة، فهو متشبه في حاله هذه بمن؟ بالملائكة، متشبه بالملائكة، فإنهم لا يطعمون ولا يشربون ولا يتناكحون أو يتناسلون، فهو على هذا يتشبه بخلق كريم علوي رفيع، ترتفع قيمة الإنسان بهذا التشبه. ثم إن الله تبارك وتعالى منزه عن الطعام والشراب والصاحبة والولد. قال بعضهم أيضا إن من معنى قوله الصوم لي وأنا أجزي به أن كل العبادات تستوفى منها المظالم إلا الصيام، يعني حين تفنى حسنات، حين تفنى الحسنات أو حين تقع الموازنة بين الحسنات والسيئات فإنه يؤخذ من الحسنات، فقد يؤخذ من الصلاة وقد يؤخذ من الصدقة ونحو هذا إلا الصوم، لكن هذا فيه نظر لأنه ثبت أن هذا يدخل أيضا في ميزان الأخذ والرد والانتقاص. إذن قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به، أي أن ثوابه مجهل لتعظيمه ولعظمته لا يطلع عليه أحد، وإنما هو أمر إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كان ذلك كذلك فإن الصائم ينتظر من فضل الله تعالى ما لا يخطر له على قلب، ما لا يخطر له على قلب. فإذن عليه أن ينشغل بتصحيح هذا الصوم وبتكميل هذا الصوم وبالدخول إلى رمضان وقد تهيأ لأن يصوم صوما حسنا يقبله الله تبارك وتعالى. قال الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها، هذا في الغالب والمعتاد، أما في الصيام فالشأن عن ذلك يختلف كثيرا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الريان للصائمين، باب الريان للصائمين. عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. هذا حديث عن باب الريان، وباب الريان مأخوذ من الري، وريان يعني على صيغة فعلان، فهو ممتلئ من الري، وكأنه فيه شيء من المشابهة والمشاكلة، والجزاء من جنس العمل، فكأن الذي عطش نفسه لله في الأيام الصائفة الحارة يجزى بالري يوم القيامة، بل يجزى بدخول الجنة من باب الريان، فكأن هذا الباب باب يختص به الصائمون لما خصوا أنفسهم من التعطيش والتجويع في هذه الحياة. قال باب الريان للصائمين، فهذا يدل على اختصاص الصائمين بهذا الباب دون غيرهم. هذا الحديث من رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث يدعونا إلى ترجمته رضي الله تعالى عنه، فهو سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة، يكنى بأبي العباس، وهو خزرجي أنصاري ساعدي، هو وأبوه من الصحابة، هو وأبوه من الصحابة، هو من صغار الصحابة، وقد توفي أبوه في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولد سهل قبل الهجرة بخمس سنين، ولد
قبل الهجرة بخمس سنين، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره إذ ذاك 15 سنة، مات وعمره إذ ذاك 15 سنة، وهو ممن تأخرت وفاته وبلغ 100 عند موته. وقيل إن وفاته كانت 88 أو 91 بمدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبها دفن. له أحاديث رواها عنه بعض الصحابة كما رواها التابعون. إذن سهل بن سعد رضي الله عنه يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إن في الجنة بابا، وللجنة أبواب 8. هذه الأبواب 8 معروفة أو معروف بعضها، وقد ذكر في هذا الحديث 4 أبواب، أو في الحديث الذي سوف يأتي 4 أبواب: باب الصلاة، وباب الريان، وباب الصدقة، وباب الجهاد. فهذه أبواب 4 مذكورة في الحديث الذي سوف يأتي مباشرة بعد هذا الحديث. ثم اختلف العلماء بعد ذلك في عد بقية الأبواب، بعد أن اتفقوا على باب الصلاة وباب الريان وباب الصدقة وباب الجهاد، قالوا: هنا باب للحج أيضا، ومنهم من قال: وهنا باب للتوبة، وباب للا حول ولا قوة إلا بالله، وباب الوالد أو باب الوالدين. وفي هذا أحاديث بعضها لا يسلم من مقال، ولهذا وقع اجتهاد في عد بقية الأبواب التي وردت في أحاديث في أسانيدها مقال. فهناك باب التوحيد أو باب التوكل، وهذا فيه حديث أن هؤلاء الذين على هذه الصفة من التوكل يدخلون الجنة من باب خاص بهم. إذن أبواب الجنة 8، بعضها صح فيه نص وقد علمناه، وبعضها لم يصح فيها النص واجتهد فيها أهل العلم. على كل حال، لم يختلف أهل العلم على أن باب الريان هو باب الصائمين، هو باب الصائمين. قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة. في بعض الروايات: إن للجنة 8 أبواب، منها باب يسمى الريان، هكذا في بعض روايات هذا الحديث. قال: لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد. هل المقصود بقوله أين الصائمون من صاموا الفرض فحسب، أم من صاموا الفرض والنفلة؟ ينبغي أن يكون هذا الباب لمن قبل صيامه فرضا ونفلا، لمن قبل صيامه فرضا ونفلا، ولمن حسن صيامه فرضا ونفلا. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وآله أخبر عن من يصوم وليس له من صيامه حظ إلا الجوع والعطش، وأن هناك من يقوم ليس له من قيامه حظ إلا التهب والسهر. أيضا أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأخبر أن من الناس من يخرج رمضان وقد رغم أنفه، لماذا؟ لأنه لم يغفر له في رمضان. فمثل هذا لا يستحق هذا الباب، الذي فرط في الصيام وقصر فيه وأخل به ولم يرع حقه، لا يقال له هذه المقالة. كما أن المصلي قد يصلي ولا يكتب له من الأجر إلا 10 أجر صلاته، لماذا؟ لغفلته وقلة خشوعه واستحضاره وعبثه في صلاته وعدم عنايته بما يقرأ في هذه الصلاة، لا يتعقل ما يقرأ ولا ما يسمع. إذن على هذا النحو لا يقال إن هذه الفضيلة تلحق كل من صام مطلقا، وإنما تلحق من كان صيامه على الصفة الكاملة الحسنة المقبولة. وهذا يدعونا إلى أن نصحح الصيام وأن نصحح العبادة. قال: فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد. في بعض الروايات: من دخل شرب،
ومن شرب لم يظمأ أبدا. في بعض الروايات لهذا الحديث أن من دخل من هذا الباب شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، هذا عند النسائي وابن خزيمة. إذن هذا من فضل باب الريان أن من دخله ارتوى ريا لا يظمأ بعده أبدا، وهذا من النكتة اللطيفة لتسمية هذا الباب بباب الريان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، وأرجو أن تكون منهم. هنا مزيد تفصيل في هذا الحديث بعد أن علمنا أن في الجنة، أن للجنة أبوابا ثمانية، جاء ذكر أبواب لم تذكر في الحديث السابق، فقد ذكر باب الريان فقط، هنا زيد عليه أبواب ثلاثة. هذه الأبواب الثلاثة هي باب الصلاة والصدقة والجهاد، فهذه أربعة أبواب على هذا النحو ذكرت في الحديث الثاني، وهو مصدر بقوله صلى الله عليه وآله: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. من أنفق زوجين، يعني زوجين من صنف واحد، زوجين من صنف واحد من أصناف المال، من أصناف المال، سواء كان هذا المال يعني من الذهب أو الفضة، أو كان من الأنعام، أو كان من الأشياء التي ينتفع بها في الجهاد والغزو. من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، أي خير من الخيرات، هذا خير من الخيرات، وليس خير بمعنى أفعل التفضيل يعني هذا أخير من غيره، لا، إنما المقصود هذا خير من الخيرات. هذا خير، هذا التنوين يقصد به التعظيم، هذا تنوين التعظيم، هذا خير يعني خير من الخيرات التي تدعى إليها. قال: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، مفهوم أن الأول كأنه يدعى من الأبواب كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، أي جميعها، يا عبد الله هذا خير. ثم فصل صلى الله عليه وآله فقال: فمن كان، أو فرع فقال: فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. يعني كان من أهل هذا فرضا ونفلا، كان من أهل الصلاة فرضا ونفلا، كان من أهل الزكاة فرضا ونفلا، كان من أهل الجهاد فرضا ونفلا، كان من أهل الصيام فرضا ونفلا، فهو على هذا يكمل الفريضة ويستكثر ما استطاع من النافلة. نودي يا عبد الله هذا خير، هذا خير، وإنما نقول يستكثر من النافلة لأن الفريضة قد يلحقها نقص، فلا جبران لهذا النقص إلا بالنافلة، وإلا فإن نعلم أن من كمل فرضه وجاء بالفرائض كافا عن المحرمات فإنه يدخل الجنة، فإنه يدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين أن هذه أبواب أربعة من أبواب الجنة تقصد وتطلب ويبحث عنها كل مسلم، وأن كل مسلم تشرئب عنقه لأن يكون من أهل هذه الأبواب، كما شرأبت عنق أبي بكر رضي الله عنه وهو الفاقه في دين الله وهو الحريص على طاعة الله. قال الصديق رضي الله عنه وقد تأدب في السؤال مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ففداه أولا بأبيه وأمه،
فدى النبي صلى الله عليه وآله بأبيه وأمه، وهذا من حسن التأدب مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن من الناس من يدعى من هذا الباب وهذا الباب وهذا الباب وهذا الباب، وأشار في أول كلامه إلى أن من العباد من يدعى من هذه الأبواب جميعا. فأراد الصديق أن يستوثق الفهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسأل: هل يمكن أن يدعى أحد من كل أبواب الجنة يوم القيامة؟ هل يمكن أن يتأتى هذا لأحد من الخلق؟ أم إن كل واحد قد اختص بباب أو اختص به باب؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصحة فهمه، وبشره ببشارة تدل على منقبته رضي الله تعالى عنه، فقال: نعم، يوجد من أهل الإسلام من يدعى من هذه الأبواب جميعا، يوجد من أهل الإيمان من يدعى من هذه الأبواب جميعا، يوجد في الأمة من وفى في باب الصلاة وباب الصيام وباب الزكاة وباب الجهاد توفية تستحق أن يدعى من تلك الأبواب جميعا، وأرجو أن تكون منهم أو وأنت منهم. وهذه بشارة للصديق رضوان الله تعالى عليه. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل غداة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ من أصبح منكم من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ من زار منكم اليوم مريضا؟ من تابع منكم اليوم جنازة؟ في كل ذلك يسكت الصحابة ويقول الصديق: أنا. في كل ذلك يسكت الصحابة ويقول الصديق: أنا. في هذه الخصال الأربعة، فيخبر النبي صلى الله عليه وآله أنه ما اجتمعنا في امرئ في يوم واحد إلا دخل الجنة، إلا كان من أهل الجنة. فالصديق رضي الله تعالى عنه على هذا لم يتكل، وإنما كان كثير العمل، لا يدع يوما أن يصوم، لا يدع أن يزور مريضا، لا يدع أن يتبع جنازة، لا يدع أن يفعل الخير، فيضرب في كل باب من أبواب الخير بسهم، ثم هو يواظب على عمله، فعمله على هذا النحو ديمة رضي الله تعالى عنه. لذا كان الصديق رضي الله عنه أثقل هذه الأمة ميزانا، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه. إذن الشاهد من هذا الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، دعي من باب الريان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب، هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ يعني ذكر هذا بصيغة الاستفهام. قال: ومن رأى كله واسعا، يعني من رأى أن ذلك واسع، فأن يقول رمضان أو أن يقول شهر رمضان، كل ذلك لا حرج فيه. طبعا لماذا هذا الخلاف؟ لأنه روي حديث فيه ضعف، فيه أنه قال أو روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولكن قولوا شهر رمضان، لا تقولوا رمضان ولكن قولوا شهر رمضان. لكن هذا لم يثبت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رمضان غير مرة، ثبت عنه أنه قال رمضان في أكثر من حديث وفي أكثر من رواية، فدل هذا على جواز أن يقال رمضان، والأفضل أن يقال شهر رمضان، لأنه الذي ورد به القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، جاء هكذا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وفي رواية عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. لقال أن يقول: ما فائدة أن نخبر بأنه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة أو فتحت أبواب السماء؟ نحن لا نرى الجنة ولا نرى السماء، لكننا إذا علمنا ذلك اشتد طلبنا للجنة حيث فتحت أبوابها، فسارعنا في الخيرات
وطلبنا من الله تبارك وتعالى المعونة على فعل الطاعات. وكذا الملائكة إذا عرفت أن أبواب السماء تفتح أو إذا رأت أبواب السماء تفتح فإنها تعرف ما للصائم من المنزلة عند الله تبارك وتعالى، وما للصيام من فضل وأجر ومثوبة عند الله تبارك وتعالى. إذن قوله إذا جاء رمضان، أولا وجه الشاهد أنه قال إذا جاء رمضان ولم يقل إذا جاء شهر رمضان، فهذا إذن يدل على أن الأمر واسع وقد قاله صلى الله عليه وآله وسلم. بعض المصنفين والشارحين قالوا المقصود بتفتيح أبواب الجنة أو تفتيح أبواب السماء أن هذا يعني نوع من أنواع المجاز الذي يراد منه حث الناس على الطاعة، حث الناس على العناية بشأن الصيام، وإلا فإن الأبواب لا تفتح حقيقة. ولماذا لا تفتح حقيقة؟ الأصل في الكلام أن يفهم على حقيقته وعلى ظاهره المتبادر منه ألا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذر حمله على الحقيقة، وهذا جائز أن يكون على الحقيقة ولا محظور فيه ولا عسر في فهمه والانتفاع بالعمل به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قبل ذلك وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. غلقت أبواب جهنم، وهذا أيضا فيه بشارة للمؤمن وفيه إعانة أيضا له على طاعة الله تبارك وتعالى، وفيه بيان أن الشياطين التي كانت تصل إلى الإنسان بالإغواء أنها لا تصل إليه في ذلك الشهر كما كانت تصل إليه في سائر الشهور. قد يقول قائل هل كل الشياطين تصفد؟ لنا أن نختار أن المردة من الشياطين هي التي تصفد، المردة من الشياطين العاتية هي التي تصفد، القادرة على إيصال الأذى والشر إلى الإنسان هي التي تصفد. وهذا لا يمنع أن يوجد من غير المردة من لا يصفد، لكن ذوي الشر منهم الشديد هم الذين يصفدون في رمضان، أي يسلسلون، يعني صفدت بمعنى سلسلت، ومعنى صفدت وسلسلت أي ربطت بالأغلال، أي ربطت بالأغلال، فلا يتمكنون من الانطلاق كما كانوا ينطلقون، ولا يتمكنون من الوسوسة والإغواء كما كانوا يوسوسون. قيل إن الذين يعني يقيدون أو يسلسلون هم الذين يسترقون السمع من الشياطين، وقيل كما قلت المردة، والمردة أولى. على كل حال هذا الحديث يدل على أن الله تعالى يعين أهل الصيام ويقدم لهم من معونته في هذا الشهر ما لا يكون في غيره، فهي معونة من الله للصائمين على تصحيح عبادتهم وعلى تحقيق طاعتهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني هلال رمضان، يعني هلال رمضان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث يقول إذا رأيتموه أي الهلال، أي هلال شهر رمضان، فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، أي إذا رأيتم هلال شهر شوال فأفطروا فإن غم عليكم، يعني غبي عليكم كما في بعض الروايات، يعني حال دون الرؤية غيم أو حال قطر أو حال دخان أو شيء من هذا فامتنعت الرؤية فاقدروا له، اقدروا لهذا الشهر أي أكملوا عدته كما ورد في بعض الروايات الأخرى. فالمقصود أن يكمل رمضان عندئذ 30، أن يكمل رمضان عندئذ 30. وهذا يدل على ما قدمنا من وجوب صيام رمضان برؤية هلاله، وأن الخروج يكون برؤية هلاله، فإن تعذر رؤية هلال رمضان أو تعذر رؤية هلال شوال فإكمال عدة شعبان 30 وإكمال عدة رمضان 30. هذا والله أعلم. وبهذا انتهى المجلس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.